قبل لحظات ألقى جلالة الملك خطاب تاريخي بمدينة العيون. حنا غادي نرصدوا الآن ارتسامات الساكنة على ود هذا الخطاب. أهلا. مرحبا. سمعتوا الخطاب الملك؟ أييه سمعنا سمعناه. شنو أهم النقاط اللي بانت لك مهمة جات في هذا الخطاب؟ النقاط المهمة اللي بانت أولا في الناحية السياسية أنه خاطب الساكنة ديال تندوف والساكنة ديال الصحراء بأنها تدخل وتنخرط في هذا العمل اللي كتقوم به المملكة من ناحية البنية التحتية ومن جميع النواحي لا اقتصاديا ولا اجتماعيا. في الجانب المتعلق بالشباب. بجانب مع تلقى الشباب هذا شي حاجه كتفرح بانه كيقول انه غيوقفوا شي ما ينقال له اقتصاد الريع بانه الشباب ينوضوا يتحركوا بان الناس الساكنه ديال الصحراء اصلا هي كتعامل بشي حاجه ينقال لها التجاره وبان الناس فيهم النخوه ويتعاملوا بالتجاره. والله سمعت الخطاب الملكي. شو اهم النقاط اللي بانت لك؟ اهم النقاط ان جلاله الملك تكلم على المسائل اللي تخص الشباب تركه الصحراء ومفتخرين بان الملك زارنا يعني صراحه فرحنا قباله بالزياره الملكيه ونشكركم على الحضور ديالكم ومشكورين قباله. المنجزات الواعده للمنطقه اللي جات بها الخطاب الملكي السامي والانفتاح ديال الاقاليم الجنوبيه الصحراويه على افريقيا هذا حدث مهم ومهم جدا اللي خص جميع الدول الافريقيه انها تجعله حدث بالنسبه لها هي كذلك اعظم. الخطاب زين سمعناه تبارك الله وداك الشيء كامل قال الحقيقه وحنا معترفين به ولا انت مولا سامعين به مالي داك الخطاب كامل به اصلا داك شعرنا بان داك الشيء فيه لا الحقيقه ما فيه الزعت ولا فيه الكذب. عاش الملك محمد السادس. وكنتمناو ان شاء الله الرحمن الرحيم نزوروا مناطق جنوب الجزائر تندوف ونشوفوا خوتنا اللي عايشين تما في محنه وفي العذاب. الرساله اللي وجه الناس ديال تندوف شنو رايك فيها؟ رسالة معتبرة اللي مغربي مغربي واللي ماشي مغربي ما عنده ما يدير في المغرب لا مكان له وتكون نية صافية محبوبية بالمغرب مية ناقصة ما عندنا ما نعدلوا به. الصحراء مغربية رغم أنف الحاقدين والخطاب راه تبعناه الحمد لله كلنا. شنو أهم النقاط اللي بانت لك في الخطاب؟ أهم النقاط جات التنمية والجهوية والجهوية راه حنا الحمد لله عملنا بها وحنا الحمد لله مغاربة من طنجة حتى القويرة.